منتخب مصر لكرة الصالات عمل إنجاز تاريخي بالوصول لدور الثمانية بعد الفوز على إيطاليا 4-3، وماتش الأرجنتين وخسارتنا 5-0 كان يعني عايز أقول مش مبرر، ولكن كان الفرقة تعبت وعملوا ماتش تقيل قوي أمام إيطاليا وإكسترا تايم، وانتقلوا من مدينة لمدينة تانية. وأساسا في مصر بصراحة يعني عشان نبقى محقين وندي الناس حقهم، ما عندهمش دوري قوي، الدول دي كلها عندهم دوريات جامدة جدا ولعيبة محترفة وبيحتكوا طول السنة، لكن احنا بنروح من الدار للنار. طبعا عملنا بعض الماتشات الودية، لكن انا سعيد بالمنتخب ده، وبقى عندنا منتخب نقدر نقول نبني عليه في المستقبل ان شاء الله. فسعيد بالجهاز الفني وباللعيبة اللي تألقوا في كولومبيا في بطولة كأس العالم النهاردة، يعني رجعوا بقى من كولومبيا، فنستقبلهم ونرحب بيهم ونبارك لهم على الانجاز المميز. كابتن هشام صالح طبعا المدير الفني المميز جدا. اهلا بيك كابتن كريم. ازيك كابتن هشام؟ الله يكرمك كابتن كريم. جمال عبد الناصر حارس الاخطبوط، انا سميته الاخطبوط. ازيك ازيك يا جمال؟ الحمد لله. تقول لك ازيك يا حارس؟ كابتن نادر رشاد طبعا كان لاعب خماسي جامد جدا ودلوقتي اصبح مدرب المنتخب. ازيك كابتن نادر؟ ازيك كابتن كريم؟ مبروك الله يبارك الشكل الحلو. الحمد لله، وخصوصا في ماتش ايطاليا ده الحمد لله، يعني قضينا وقت حلو قوي بعد ماتش ايطاليا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا عايز اشكر حضرتك كابتن كريم، لانك انت مش متابعنا من النهارده بس ولا امبارح بس، انت متابعنا يوميا واحنا في البطوله. وانا بشكر ربنا طبعا ان احنا ربنا وفقنا عشان نفرح المصريين ونفرح الناس المحترمه اللي زي حضرتك. انا بشكر الاستاف كله اللي مع حضرتك والناس كلها بصراحه، يعني قايمه معانا بالواجب والحمد لله. طبعا على منتخب مصر يعني لازم نتابعك ولازم نتابع ماتشات سواء كسبت او خسرت. طبعا لو خسرت هنقطع فيك. لو في ناس بتقطع بس الحمد لله على كل شيء. انا عايز اقول حاجه كابتن كريم، طبعا انا بشكر الجهاز الفني كله واللعيب لعيب بشكرهم كل وقتي في الكلام اللي جاي. طبعا هنذكر واحد واحد. انا بقول ان احنا اشتغلنا في مهمه صعبه بس الحمد لله المصريين برضو في وقت الزنقه بيبانوا، في وقت الشده بيبانوا، وفي حدود الامكانيات اللي احنا اشتغلنا فيها الحمد لله ربنا كرمنا وعملنا الانجاز. انا ما بسموش انجاز كبير قوي بس هو بحد ذاته انجاز طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها والاحتكاك اللي احنا عملناه. الفتره الجايه طبعا لو اتحاد الكوره طبعا اشتغل بقى على الفرقه دي، الفرقه دي اللي احنا عدلنا فيها كتير، نزلنا من السن من 28 معدل الاعمار من 28 ل 23 سنه، جددنا كل الفرقه، ما كانش اثنين بس غير اثنين لعيبه بس المعتز بالله ومصطفى نادر هم اللي لعبوا قبل كده. جددنا الفرقه كلها 21 سنه و20 سنه. احنا بنلعب بنشتغل لمصر، احنا ما بنشتغلش شخصيا. انا لو بشتغل شغل شخصي انا والكابتن نادر كنا جبنا الناس القديمه اشتغلنا وطلعنا من الدور ال 16 زي كل فرقه. بتعمل فرقه جديده لمصر عناصرها صغيره في السن، احتكت بدري الاربع سنين الفتره الجايه بقى كاس العالم الجاي يقدروا يعملوا حاجه ان شاء الله. كابتن نادر، منتخب مصر يعني عايز اقول ايه، مش اتظلم، ولكن احنا البلد الوحيده اللي ما عندناش دوري كره خماسيه او كره صالات قوي. كل الانديه دي وكل او سوري كل المنتخبات دي عندها دوريات جامده ولاعيبتها بتحتك وبيجيبوا محترفين. حتى وانا قاعد بتفرج على القنوات الاجنبيه بلاقيهم ماتشاتهم بتتذاع، في جماهير بتروح، الحاجات دي كلها بتطلع لك لعيب خماسي جامد. رغم ان احنا في مصر عندنا لعيبه حريفه جدا بس ما بتتدربش او ما بتاخدش التكتيك بتاع الكره الخماسيه، ان كل حاجه دلوقتي بالعلم طبعا. مش مجرد مهارات فقط. بص يا كابتن، يعني زي ما انت شفت، انت اتفرجت على كاس العالم، بص المنتخبات عامله ازاي، اللعيبه عامله ازاي، كل المنتخبات اللي لعبناها محترفين بره في دول، في اسبانيا وفي البرازيل وفي ايطاليا. طبعا يعني احنا عايزين يبقى في دوري قوي، لو في دوري قوي هيبقى في منتخب قوي. واحنا في ظل ان احنا ما فيش دوري قوي والحمد لله بنوصل دور 8، والمنتخب الوحيد يعتبر في كره القدم اللي بيوصل كل اربع سنين كاس عالم من سنه 96 لغايه 2016. دي سادس مره نوصل فيها كاس عالم، وان احنا نوصل لدور الثمانيه ونبقى احسن من احسن 8 منتخبات في العالم وانت ما عندكش دوري قوي. طب لو عندك دوري قوي هتوصل، ممكن تنافس على كاس العالم. الحاجه الوحيده اللي ممكن نجيب مركز لمصر او ميداليه لمصر هتبقى من خلال كره الصالات، ودي اسمها كره قدم، ومصر كلها بتلعب كل مصر، مفيش حد في مصر بيلعبش اي حد كره صالات. بس احنا عايزين زي ما انت حضرتك قلت يا كابتن كريم، يبقى فيها علم، يبقى الشغل كله دلوقتي تكتيك وضربات ثابته وتحركات. خلاص كره الصالات ما بتعتمدش دلوقتي على المهاره بس، لا، بقى في قوه بدنيه عاليه جدا وتحركات، وزي ما بقول لحضرتك عايزين شغل كتير جدا عشان نوصل للمستوى الناس دي. ان احنا وصلنا لدور الثمانيه ولعبنا منتخب زي منتخب الارجنتين، كنا ممكن نعمل معاه ماتش احسن من كده بس الظروف ما سمحتش. بس طبعا هو في فرق كبير جدا طبعا في الامكانيات، وفرق كبير جدا. فطبعا الحمد لله على كل شيء ان احنا وصلنا له. انا وكابتن هشام من ساعه ما اشتغلنا من شهر، من بالظبط من 18/2 لغايه دلوقتي، يعني نقدر نقول سبع شهور ان انت توصل دور 8 كاس عالم، حاجه كويسه. عايز اقول لحضرتك كابتن كريم، احنا كانت في ناس راح، احنا رايحين افريقيا وفي ناس مش متوقع ان احنا نوصل كاس عالم اصلا.
لان انت كان فتره اعاده شهرين بالظبط يعني افريقيا اتلعبت 15/4 وانت متجمع 18/2 فكان الموضوع صعب جدا وكنا واقعين في مجموعه صعبه حتى في افريقيا كنا احنا والمغرب وليبيا اخر ثلاث منتخبات صعدوا كاس عالم في 2012 فحاجه كويسه ان احنا صعدنا حاجه كويسه ان انت صعدت دور الثمانيه في كاس العالم يعني انا شايف اتغلبنا من الارجنتين بسبب ده ماتش كوبا خلينا ناخدها خطوه خطوه ده ماتش كوبا في بدايه البطوله واحنا يعني مهاريا اعلى من كوبا بكتير وقدرنا نفوز 7-1 برضو فوز حلو ادى المعنويات ترتفع شويه بص يا كابتن كريم انت جبت النقطه المهمه جدا يمكن انا وكابتن نادر والجهاز الفني وكابتن ياسر خالق والجهاز كله احنا اشتغلنا على ماتش كوبا احنا بدايه شغلنا من بعد بطوله افريقيا احنا اشتغلنا على ماتش كوبا ان احنا نعمل هاي سكور عشان عشان اخش احسن توالد يمكن احنا اللي احنا حطيناه على ورقه كابتن كريم سبحان الله يعني مش زي ما احنا عايزين احنا قلنا فرقه روسيا فرقه تقيله جدا هتلعب نهائي خلاص وعنا تايلاند فرقه دي اصلا ما بتقعدش شهر في البيت بالاربع سنين بس احنا كنا بنكسبهم قبل كده بنكسبهم بس في فرق تطوير بقى وزي ما حضرتك بتقول كده يعني الناس دي ما بتقعدش شهر في البيت دي بتعمل بطولات دوليه كل سنه ومرتين وثلاثه كل سنه شغاله بماتشات خارجيه وداخليه فاحنا قلنا الماتشين دول لو خدنا حتى نقطه من تايلاند او كسبناه يبقى خلاص دخلنا بس كوبا تكسب كوبا كتير عشان بعد كده بالزبط. تروح احسن توالد وده اللي احنا عملناه ان احنا طلعنا احسن توالد وقلنا بقى ربنا يكرمنا ان شاء الله في دور ال 16 برضو ايا كان هنموت نفسنا في الماتش ده فنيا وبدنيا واحنا اشتغلنا على الكلام ده كله وربنا كرمنا في ماتش ايطاليا وكنا هنلعب البرازيل البرازيل خرجت من دور ال 16 واحنا خرجنا ايطاليا من دور ال 16 صاحبه الملعب كولومبيا خرجت من دور ال 16 في فرق تقيله جدا خرجت من دور ال 16 الناس بتقول لك ده ماتش صدفه احنا السنه ايران باين خرجت برازيل صح ايران خرجت البرازيل كاس عالم اللي فات 2012 ايطاليا كسبتنا 5-6 5-1 برضه في دور ال 16 وخرجنا من دور ال 16 ان احنا ربنا كرمنا يعني ناخد بطرن ان احنا نلعب ايطاليا في دور ال 16 دي يعني حسن الصدف يعني ان احنا نلعبهم ونلعب اكسترا تايم ونكسبهم في الاكسترا تايم 4-3 يعني مش ماتش كده كل مره في ماتش ايطاليا كنا احنا بنتقدم 1-0 ومتعادل 1-1 2-2 لغايه ما وصل 3-3 وجبنا بالظبط ايطاليا طيب ثاني اوروبا ما انا عايز اقول بقى حاجه للاخ جمال عبد الناصر الاخطبوط اعتقد ان جنن الطليان بالظبط يعني الناس اتجننت انفرادات كامله وبيطلع حاجات مش انا قاعد كنت قاعد كان الماتش بالليل متاخر وقاعد على السرير الساعه ده وبصراحه قاعد قبل الماتش قلت ايه يعني ايه هتفرج على المنتخب بس هنتغلب من ايطاليا لقيت ما شاء الله عاملين خطه كويسه قوي على قد امكانيات منتخبنا مقفلين كويس ونلعب على الهجمه المرتده ما انا اتفرجت كنت مركز معاك كنت قاعد معانا ومعانا بقى حارس يعني بصراحه اللي ما اتفرجش على ماتش ايطاليا وشاف جمال عبد الناصر انا توقعت بجد والله مش مجامله انت ما شاء الله قلت الراجل ده هيجي له عرض احتراف وجاله فعلا صح والله العظيم انا لسه ما اعرفش حاجه والله جاله والله جاله فعلا تالق جمال عبد الناصر ماتش يعني للتاريخ الحمد لله قول لي بقى احكي لي كده عن قصتك والكره الخماسيه وكره الصالات وماتش ايطاليا بالذات يعني ماتش ايطاليا انا يعني بصراحه قبل الماتش علي صوتك شويه كده انت حارس جامد انت وحش في الملعب لا انا بره الملعب حاجه وجوه الملعب حاجه يعني بصراحه كانت كلنا اللعيبه كان عندنا اصرار احنا نفسنا نعمل حاجه لنفسنا يعني كنا نازلين الماتش ده يعني ما كانش علينا اي ضغوطات وكان نفسنا بجد ان احنا نفرح اهالينا واصحابنا ان كلهم كانوا مستنيين ان احنا نعمل حاجه في الماتش ده بس انت كنت مركز كويس قوي بعدين انت عندك مرونه ورشاقه وبتنزل برجلك في كور يعني كنت تقفل لهم الدنيا تماما الحمد لله يعني ما شاء الله عليك الحمد لله احكي لي بدايتك زي اي حد كلنا بنلعب في الشارع ومراكز الشباب وكده صح؟ انا كنت بلعب اصلا خدوني من المدرسه دوري بيبسي خماسي برضه خماسي انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 23 رحت دوري بيبسي وانت عندك كام سنه؟ كنت تقريبا حوالي 15 سنه 15 سنه بعد كده رحت النادي المصريه للاتصالات ملعب كبير 11 لعبت فيه سنه بعد كده رحت نادي الاعلاميين لعبت فيه 7 سنين كنت كابتن الفرقه في مواليد 93 ده 11 برضه؟ 11 برضه 11 اللي هو ملعب كبير ملعب كبير بعد كده ما حصلش نصيب ما كملتش في الملعب الكبير ولعبت في الاعلاميين خماسي دخلت في الخماسي دخلت الخماسي بقى ومن هنا بس ده الخماسي عايزه كابتن نادر وكابتن هشام مرونه ورشاقه اكتر من الملعب الكبير ان الكوره بتتشاط من مسافات قليله وعايزه تحرك وسرعه رد فعل عايز تركيز 100% بالظبط التكنيك كمان بتاع الملعب الكبير غير التكنيك بتاع الجون الخماسي طب قعدت تتفرج على لعيبه ايطاليا في الماتشات اللي هم لعبوها في الاول عشان تدرس كل واحد بيلعب ازاي والطرق بتاعتهم يعني احنا اصلا كنا بناخد محاضرات بنتفرج على ماتشات ايطاليا انا قعدت لوحدي قعدت اتفرج على فرقه ايطاليا لعيب لعيب واعرف اللعيب ده بيشوط منين ده بيتحرك ازاي ده بيعمل ايه عشان احفظهم هم بيعملوا في الملعب لا بس انت عملت ماتش انا مش مصدق بقول لك كنت قاعد على السرير يا كابتن هشام الساعه 4 الفجر
وعماله تنطط مراتي جت قالت لي ايه؟ قلت لها منتخب مصر خماسي عامل ماتش عالمي صح. وجمال هايل وعبده الاشول عبد الرحمن وميزو وموزه لا كانوا هايلين بصراحه ماتش للتاريخ يعني ماتش ده يتدرس بصراحه. وانا عايزه بس النقطه الجمال ده ماتش ايطاليا يا جماعه على فكره جمال يمكن راح معانا جنوب افريقيا في بطوله افريقيا ما لعبش يمكن لعب دقيقه كده وخرج كان مين الحارس كان ابراهيم سوستا بصراحه كان جون كبير طبعا ابراهيم سوستا كان بس هو ابراهيم سوستا عارف حصل حصل الظروف كده قبل ملك الدورات الجواز بتاعه ضاع وكده بس الحمد لله يعني فهو جمال بصراحه كنا احنا مأهلينه من بطوله افريقيا ان هو ممكن يشيل كاس العالم اللي جاي فالولد بصراحه يعني هو عنده استعداد وعنده قوه اراده والكلام ده كله يمكن هو بعد ماتش تايلاند كان متضايق شويه وبس احنا الحمد لله طلعناه من الحاله النفسيه اللي هو فيها واقنعناه ان هو يبقى كويس الماتش الجاي وهو اللي عشان هو اللي كسبنا والحمد لله حصل طبعا بتوجهات الكابتن ياسر عبد الخالق طبعا المدرب بتاعه بصراحه وقف معاه وقفه كويسه وهو جمال عنده استعداد ان شاء الله. طب بصراحه كلكم جهاز جميل يعني كابتن ايمن حافظ طبعا ده راجل حضرتك كابتن هشام صالح كابتن نادر رشاد وكابتن ياسر عبد الخالق مدرب حراس ودكتور ايمن زين اللي مسك خلاص الزمالك من بارك له كابتن هاني درويش علاج طبيعي واحمد حسن حتى المسؤول عن ادوات المنتخب ورئيس البعثه حماده الشربيني اللي دايما يعني مع منتخب الكره الخماسيه وكره الصالات دايما. كابتن نادر اشتغلتوا ازاي على ماتش ايطاليا وده مباراه حاسمه ودور ال 16 وبتلعبوا فرقه قويه جدا تاني اوروبا او اول اوروبا يعني درستوا الموضوع ازاي وقدرتوا تفوزوا ازاي في المباراه دي اللي ما حدش مصدقها لغايه دلوقتي؟ بص يا كابتن يعني هو رب ضرة النافعة احنا لعبنا ماتش تايلاند وصعدنا احسن توالت وكان في ما بين ماتش تايلاند لماتش ايطاليا 6 ايام من 16/9 هنلعب 22/9 فكانت فرصه كويسه جدا ان احنا ناهل اللعيبه نفسيا كان كل يوم محاضره على ماتش ايطاليا على الثلاث ماتشات اللي هم لعبوهم في دوري المجموعات ماتش ماتش سواء صبح او بعد الظهر بنتفرج ماتش الصبح وماتش بعد الظهر شوف تحركات اللعيبه عامله ازاي وكانت اللعيبه معانا وبنحفظهم ازاي يقفوا وازاي يقفلوا على الناس دي وازاي نتحرك عليهم وازاي طبعا فرقه زي منتخب ايطاليا لازم هيضغط عليك من اول دقيقه ازاي نطلع من الضغط بس انت عنده فرقتين يعني كنت بشوف بيغيروا بالثلاث اربع لعيبه بالظبط هم عندهم 12 لعيبه كلهم بيلعبوا ازاي نطلع من الضغط دوت فاللعيبه الحمد لله وقلنا كابتن هشام كمان اتكلم مع اللعيبه ان انتوا مش تبقوا على حاجه مفيش اي ضغوطات عليكم احنا ممكن الناس كلها في مصر او اي حد بيتفرج على كاس العالم متوقع النتيجه ان هيبقى في مثلا ايطاليا هتكسب مصر والكلام ده فانتوا يعني احنا اللعيبه نزلت خلاص الموضوع مفيش ضغوط العبوا لعبكم نفذوا اللي احنا قلنا عليكم وسيبوا النتيجه بتاعت ربنا بس اهم حاجه تعمل اللي عليك في الملعب بس فاللعيبه بصراحه كانوا رجاله ونزلوا نفذوا كل التعليمات اللي احنا قلناها لهم والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله الماتش. اعتقد الاكسترا تايم والوقت الاضافي وخمس دقايق وخمس دقايق والناس برضه عشان تبقى عارفه الوقت المباراه كره الصالات 20 دقيقه ملعوبين يعني الكره لو خرجت بره او كره وقفت الساعه بتقف فحمل بدني عالي جدا بالاضافه ل 20 دقيقه في الشوط الثاني وبعدين اتعادلنا 3-3 هم اللي كانوا بيتعادلوا معانا كان في خمس دقايق وخمس دقايق انا كنت خايف ان انتوا تنهاروا في اللي كان ضغط جامد جدا عليكم كابتن هشام. والله يا كابتن وانت كنت ذكي جدا انت وكابتن نادر في بعض الفترات لما كنت بتلاقوا الفرقه بتبدا تقع تروح عامل تغيير وتاخد وقت مستقطع عشان الناس تبدا تاخد نفسها تاني بالظبط يعني الحمد لله احنا اشتغلنا زي ما حضرتك بتقول كده الموضوع البدني ده كان طبعا موضوع صعب جدا البدني ان احنا نحطهم بدني 100% لان احنا الفتره قبل بطوله العالم احنا لعبنا مباريات وديه رحنا فيتنام والصين والمغرب واسبانيا والكلام ده اشتغلنا بس احنا اشتغلنا كل الفتره دي عشان نختار لعيبه لكن موضوع التجانس ده جه في الماتشات الوديه اللي احنا كنا بنعملها لكن احنا الفتره اللي فاتت دي كلها قبل بطوله العالم احنا كنا بنختار لعيبه نحطها او تقدر مين اللعيب اللي يقدر يشتغل تحت ضغط ضغط الجماهير ضغط بطوله كاس عالم المباريات متذاعه فانا لازم اختار اللعيبه دي على اساس انها تقدر تشتغل الشغل اللي انا عايزه فنيا ونفسيا وادبيا بطوله العالم لما بدات احنا اشتغلنا زي ما حضرتك قلت ماتش كوبا ده كان ليه حسابات ثانيه خالص بره المواضيع كلها ان احنا نكسب هاي سكور على اساس ان احنا نقدر نخش الفتره اللي بعديها الموضوع الصعب بقى اللي كان عندي اكتر ان انا اللعيبه اللي كانت عندي طبعا كلها لعيبه محترمه مؤدبه احنا اخترنا احسن 14 انا على اعتقادي طبعا ان احنا انا وكابتن نادر اخترنا 14 لعيب احسن لعيب 14 لعيب في مصر بس اللي يقدر يشيل في الفتره دي كان المفروض 12 لعيب هم اللي يشيلوا الثلاث اربع خمس مباريات اللي احنا لعبناها لكن انا ما اقدرش الاعب الناس دي كلها لان الناس دي اصلا الناس اللي ما لعبتش محترمين يعني طبعا حمص واصلا حمص لعيب كويس صابر او الجوهري او اي او الجون الثاني لمحمد عبد المعان ما اقدرش احطهم في اختبار مفاجئ لكن الناس اللي لعبت دي لعبت معاها ماتشات كتير فعندهم خبره شويه وفي تجانس لعبوا قارات لعبوا ماتشات في جنوب افريقيا فعندهم تقل
لكن الناس كلها بقى في الفرق اللي احنا بنتكلم عليها لنفسيتنا او اللي صعدت كاس عالم نهائي كاس عالم زي روسيا مثلا او البرتغال او الارجنتين اللي لعبوا نهائي, الناس دي كلها بقى لها 4 سنين كابتن كريم شغاله. أيوه. 4 سنين شغاله يعني عارفه هي بتعمل ايه, يعني المدرب ممكن يروح وهم عارفين هم يعملوا ايه, عارفين اصلا التغيير ده هم عندهم 3-4 دقايق ينزل 4. أيوه. عنده 4 الاولين زي 4 التانيين زي 4 التالتين, يعني عندهم كل الدكه زي بعض. انا ما اقدرش اوصل للحاله دي الا لما اشتغل فتره طويله اقدر احمل بدني, انا ما اقدرش كنت احمل بدني ونفسي وفني في فتره 2-3 شهور, استحاله. ما فيش احسن مدرب في العالم مش قادر يشتغل الشغل ده في 2 شهر. طبعا. انا ما بقولش عليا انا وكابتن نادر ان احنا يعني عالمين, لا احنا في مدربين اسبان خرجوا من دور 16, في مدربين برازيليين, في مدرب ايطالي خرج بالفرقه بتاعته. الحمد لله برضه مش عايز اشكر في نفسي ولا بالجهاز ولا لعيبتي, لا احنا عملنا بقدر ما نستطيع عشان نفرح مصر. أي. مش اكتر. واحنا الفرقه اللي احنا عاملينها دي انا مش عاملها عشان هشام صالح, انا عاملها عشان منتخب مصر لما يروح بطوله قبلك بعد كده او يروح منافسات بعد كده يبقى ليه شكل. انا قلت الكلام ده من زمان, ما كنت سنه 2000 قلت الفرقه الوحيده اللي تقدر تعمل ميداليه فرقه جماعيه في كره القدم هي كره الصالات. أيوة. كان سنه 2000 برضو احنا اصحاب الانجاز ما بنسيبوش نفسي, كان المرضو وتصعدوا لدور الثمانيه سنه 2000. كان الكابتن عماد سليمان كان مدير فني من احسن المدربين اشتغلت معاه, كنت انا مدرب عام وكان معايا نادر رشاد ومعايا ياسر عبد الخالق لعيبه. فاحنا الحمد لله يعني في مشتركين في الانجازين. فانا عايز اقول من الكلام ده انا قايله من سنه 2000 والله كابتن كريم, لو احنا اهتمينا بكره الصالات بقى ليها دوري 16 سنه. والله من 16 ده زمن. وهفضل اقول تاني يا كابتن كريم, هفضل اقول تاني كرة الصالات هي الفرقة الوحيدة الجماعية في كرة القدم اللي تقدر توصل ميدالية ذهبية فضية برونزية. وقلتها يعني انا قلت اشتغلت اهو 2-3 شهور انا والكابتن نادر والجهاز الفني اللي معايا والاداري والطبي, اشتغلنا 2-3 شهور وصلنا دور الثمانيه. اما لو بيشتغل مش انا برضو مش بتكلمش على نفسي كجهاز وكفريق, كجهاز او فريق, لو اشتغلنا 2-3 سنين بنفس القوه والاستعداد ده انا ممكن اقول لحضرتك ان احنا ممكن نلعب فاينل. قول لي بقى جمال, يعني كابتن هشام وكابتن نادر بيقولوا انت جالك عرض احتراف, ايه قول لي ايه الاخبار وقول لي الطليان اتعاملوا معاك ازاي اثناء المباراه وهم مش عارفين يجيبوا فيه جول بعد الماتش؟ لا هم بصراحه كان هم فرقه قويه طبعا, فرقه محترمه, بس احنا احترمناهم اكتر ما هم محترمون, عشان كده ربنا كرمنا في الماتش ده وقدرنا ان احنا نكسبه. بس وبالنسبه للاحتراف إيه الاحتراف بقى بعد ماتش ايطاليا, يعني في ناس كلمتني بنتا سبورت كلموني على احتراف بره. ف فين هم كلموا معايا في ايطاليا؟ في ايطاليا. في ايطاليا ان شاء الله. طب بس حاجه كويس. فكلمت معاهم فقلت لهم انا مش هقدر ارد دلوقتي غير بعد كاس العالم. يا عم بعد كاس العالم. رد. والمغرب في ناس كلمتني في المغرب برضو, بس عايزه تروح اوروبا احسن ان شاء الله. ان شاء الله يحتك وياخد فلوس ويلعب ويعني تبقى حاجه كويسه ان شاء الله. اكيد طبعا. اوروبا ستايل اوروبي. لان هو من الليجوان القليله قوي في مصر اللي هو يعني واخد الستايل بتاع الليجوان اللي هي الاسبان الايطاليان, لان قليل قوي يبقى عندنا الستايل بتاع جمال. حتى محمد عبده اللي هو الحارس الثاني نفس الستايل برده بتاع جمال برده, يعني ده 21 سنه لسه يعني. ده اصغر من جمال. أصغر من جمال 23 سنه. اصغر من جمال سنه. كان معانا عندنا واحد 41 سنه بصراحه سوستا, يعني اداله برده كتير ما خدش عليه سوستا, خد خبرات منه. لا بصراحه يعني سوستا كان بيكلمنا على طول وبينصحني واتعلمت منه كتير بصراحه. هو بصراحه اكيد خبره. طب قول لي ايه العرض ده يعني مستمر والناس بتكلمك لغايه دلوقتي؟ بيتكلموني. كان في ناس كلمتني النهارده والله. والله. وايه الاخبار يعني المقابلة الجاية ولا ايه المفاوضات هتمشي ازاي؟ والله بص يا لسه بقى عشان انا لسه بدرس فدي هتبقى مشكلة. يا عم لازم نساعدك والاتحاد المصري يساعدك ونكلم لك الناس بالزبط. لا يعني ده دي فرصة. لا والله نضغط. لا لازم يا ريت الموضوع ده يخلص يعني. مفيش شكر لكابتن هشام ولا حاجة. مفيش شكر لكابتن هشام ولا حاجة. لا طبعا يا كابتن. لا هو بيعمل كده عشان نفسه عشان جهازه عشان بلده. احنا عايزينه يمشي بلده بالظبط. احنا عايزينه يمشي. فلو في أي مشكلة نحاول نحلها وإن شاء الله جمال نشوفه في دوري. وفي 3 لعيبة كمان يا كابتن. جاي له معروف. من اسبانيا. أنا عايز بس تقول لي يا كابتن نادر كل أسماء اللعيبة. أنا بنسى أقول بقى الأسماء كلها. الأبطال اللي كانوا موجودين في كأس العالم. في جمال عبد الناصر وفي محمد عبد اللطيف. حراس مرمى معتز بالاسامي. في ابراهيم ايكا, في احمد عبد القادر موزه, مصطفى عيد, مصطفى نادر, عبده الاشول, عبد الرحمن عيد, في صابر سيد, في جوهري, في حمص, ميدو, صلاح وصلاح, صلاح حسني, و
لا هو تقريبا ال 14 كده. هم دول ال 14 لعيب. دول يكملوا سنهم صغير كام؟ كلهم صغير. مش حد عندنا اكبر واحد فيهم كابتن فرقه معتز ميزو. لا مش معتز يعني يعتبر كابتن فرقه 30 سنه 29 سنه يعني لسه يلعب يلعب كره الخماسيه. احنا كان عندنا ناس عندها 36 و40 وبتاع طبعا هم يعني لعيبه كويسه بس يعني طبعا كل زمن ليه لعيبه يعني. بالظبط. طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع مع كابتن هشام صالح وكابتن نادر رشاد وجمال عبد الناصر منتخب مصر لكره الصالات. نتفرج على لقطات من ماتش الارجنتين وتقولوا لي ايه اللي حصل في ماتش الارجنتين واسباب خسارتنا. كنا نفسنا نبقى في الدور قبل النهائي المربع الذهبي لكن الحمد لله وتتعوض ان شاء الله في البطولات القادمه. بعد الفاصل هنتكلم على مباراه مصر والارجنتين في دور الثمانيه لبطوله كاس العالم لكره الصالات. جينا كابتن كريم. تمام. بعد بطوله افريقيا الحمد لله بقينا 22 ضربنا 9 مراكز. احنا دلوقتي ثامن عالم يعني انت اشتغلت من مركز 31 مصنف عالم انت بقيت ثامن العالم دلوقتي. اتفضل يا كابتن. 23 مركز يعني. الحمد لله رب العالمين. كنا الثاني عربيا والثاني افريقيا بين الاول عربيا والاول افريقيا ما شاء الله بفارق بونص كتير جدا في الرانكينج بتاع الفيفا عن بقى اقرب لناس لينا ليبيا والمغرب. فدي طبعا حاجه كويسه جدا. وليبيا والمغرب كانوا في مجموعتنا في بطوله افريقيا. بالظبط. ده تصنيف عمرنا ما وصلناش. مش عايز تتكلم في المكافئات ولا لا؟ هتكلم طبعا. يعني انا بس يعني احنا عايز اقول لحضرتك حاجه كابتن كريم. احنا كانت مكافاه صعودنا في كاس العالم 10,000 جنيه. بعد الضرايب ولا صوت كاس عالم؟ صوت كاس عالم قبل الضرايب بس يعني بعد الضرايب يبقوا 7 مثلا. بس انا اقول لك كابتن كريم اللعبه دي مظلومه قد ايه سواء مدربين لعيبه في انديه في كل حته. ان احنا بنتكلم ان ما يبقى انت تصعد كاس عالم تاخد 10,000 جنيه وعندك منتخب المغرب صعد كاس عالم معاك واخد كل لعيب 20,000 يورو. انا ما بقولش الكلام ده كل لعيب 20,000 يورو. انا ما بقولكش أيوة. الكلام ده كده يعني حوالي ربع مليون جنيه. الكلام ده حقيقي ونازل على المواقع ونازل في كل حته. ما بنقلفش الكلام ده نازل على المواقع زي ما النادي بيقول. احنا ما بنقلفش. ظلم كبير جدا لعيبتنا. احنا مش قلنا ال 10,000 دول كانوا مكافاه من اتحاد الكوره ولا ده في اللائحه؟ دي لائحه. اللائحه صعود لكاس العالم. كانت لائحه محطوطه كانت لازم تتغير. كيف كان حاططها صعود كاس عالم 10,000 جنيه. مفيش مشكله ما احنا راضيين وكل حاجه بس تيجي بقى مكافاه الوزاره ان انت تكرمك ان انت صعدت كاس عالم في لائحه ليك. لما لائحه ليك تدي للجهاز الفني كله 12,000 جنيه. 7 من الجهاز يعني كل واحد 12؟ لا 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 12 على 7 الجهاز كله 12,000. وكل لعيب ياخد 10,000 جنيه. كل لعيب 10,000 جنيه والجهاز كله يبقى 12,000 جنيه. طبعا يعني هو في يا جماعه احنا بص يعني ما كملتوش 2000 جنيه كل واحد. بالظبط. لا ممكن اخد 2.5 انا عشان مدير الفني. احنا مش هنقعد كل شويه الناس يعني نصعب على الناس ونشحت. لا يعني انت مش عايز تقول اللفظ. لا لازم تتظبط. بس الحمد لله كابتن احنا اكبر من كده والحمد لله احنا مش الموضوع. لا انا مش بتكلمك كلامك كاس عالم. ايوه يا كابتن. وبرضه بس يا كابتن يبقى في تكريم. ده منتخب يا جماعه. تكريم معنوي للناس وادبي الاحترام وان احنا بنرفع اسم بلدنا وان احنا احسن 8 منتخبات في العالم في لعبه اسمها كره قدم. حتى انا بعتب برضه على بعض الاعلام يا جماعه احنا منتخب مصر واحنا اللعيبه بنلعب باسم مصر واحنا بنلعب حاجه اسمها كره قدم. فلما نوصل للكلام ده كله والفيفا بتبص عليك وبتبقى احسن من احسن 8 منتخبات في العالم والاعلام ما يبصلكش الا لما توصل دور الثمانيه والناس تعرف هناك ان انت في دور ال 16 ولا في دور الثمانيه في كاس العالم. طب الناس دي كانت فين قبل ما احنا نسافر؟ الناس دي ما حدش شافنا واحنا مسافرين من المطار حتى وما حدش قال لنا انتوا رايحين فين. احنا رحنا كاس العالم معناش اعلامي واحد يبلغ اخبارنا. كل المنتخبات يا كابتن كريم معاهم كتيبه بعثة اعلاميه كامله كل يوم كاس عالم لقاءات مع اللعيبه لقاءات مع الجهاز الفني لقاءات مع الجماهير هناك ومراسلات. انا مش عايز اقول لحضرتك الحته بتاعت الاعلاميين اللي هي في الملعب مليان. احنا بنلعب الارجنتين او كنا بنلعب تايلاند 12 واحد قاعدين كل واحد باللاب بتاعه تبع تايلاند تبع الارجنتين بيتابع الماتش وبيبعت. احنا مفيش واحد بقول لحضرتك مفيش. احنا كلها اجتهادات شخصيه عن طريق كابتن حماد الشربيني كابتن هشام. احنا صراحه يعني احنا كنا متابعين ماتش بماتش احنا ما تابعناكوش عشان ابقى محق قبل السفر. انت دخلتنا بعض الاعلاميين لكن تابعناكوا ماتش بماتش. انا ما قلتش الاعلام كله انا بقول بعض الاعلاميين. فانا عايز كره الصالات في مصر يا جماعه احنا لو اهتمينا كلنا واشتغلنا بضمير لصالح اللعبه وصالح بلدنا صدقني اللعبه دي هتبقى لها شان كبير جدا يا كابتن كريم على مستوى العالم وهتخدم ناس كتير جدا سواء حتى في المجال طيب بتاعنا. مكافاه دور الثمانيه الوصول لدور الثمانيه. طب بلاش يا كابتن كريم. لا عايزين نعرف يا كابتن هشام عشان والله العظيم عشان نتكلم في الحاجات دي. انا ببص انا ما بقطعش في حد ولا بقطع في حد بس اللائحه دي مش احنا اللي حاطينها. احنا رحنا لقينا اللائحه دي لا يعني وانا طلبت من الناس دلوقتي توصلت بقيت من افضل 8 منتخبات على العالم وصلت لدور الثمانيه. احنا كابتن كريم احنا لما اوصل من لدور 16 بتاخد 4,000 جنيه كل لعيب قبل الضرايب. لا ما ينفعش الكلام ده. وبعدين لما توصل دور الثمانيه يا كابتن كريم بتاخد 6,000 جنيه.
قبل الضرايب. انا ما بقولش الكلام ده، احنا رحنا لقينا فارق معاك الضرايب قوي يعني الموضوع كله مش انا اللي بتكلم اصلا على دول، انا ما بتكلمش على نفسي كابتن، انا الحمد لله رب. لا انا مش قصدي، انا قصدي ان كده كده بالضرايب من غير ضرايب المبلغ مش يعني ما انا عايز اقول لك لما تاخد 6000 دول يبقوا 4.5، دي مش مكافاه، دي انا بتكلم كمان على الوزاره. لا المهندس ثاني مريض انا عارف، والمجلس الاداره اكيد هيقيم المنتخب بشكل كويس. لا هم قيمنا بعتوا لنا بصراحه مكافاته واحنا هناك، انا بقول على الهوا اهو، احنا اتبعت لنا $300 للاعيبه كل واحد منهم $300 بعد ماتش ايطاليا لغايه لما نرجع. انا عارف ان الناس دي محترمه، والناس دي انا بتكلم مع الكابتن هاني بريده والكابتن، والله يوميا يا كابتن كانوا بيكلمونا، والكابتن حماده الشربيني ما اتصل على طول معاهم. انا بتكلم على الوزاره، انا مش عايز فلوس على نفسي. لا انا بتكلم على الجهاز، انا بتكلم على الناس اللعيبه اللي اشتغلت هناك عشان بعد كده. انا ما ينفعش انت بتهني ولا بتديني مكافاه، انت بتقول لي خد 12000 دول وزعهم على الجهاز. ادي الكابتن نادر راجل محترم عنده اولاد وعنده مسؤوليات، اقول له خد الوزاره بتسلم عليك، خد 2000 جنيه هيعمل بيهم ايه يا كابتن؟ لا احنا بقى نديهم بقى، نطلعهم لله، نرجعهم نحطهم في تحيا مصر، نعمل اي حاجه، لكن انت ما تهنيش. انت هتديني يا ما تدينيش، انا بتكلم عن نفسي انا وجهازي. لكن اللعيبه دول بيروحوا كاس عالم وعملوا النتيجه دي كلها ومن غير ما حد يقول لهم شدوا حيلكم، ماشي احنا متعودين على كده، لكن انت بقى تيجي تقول انت تاخد كذا وانت تاخد، لا عيب. دي بالنسبه لي دي اهانه، انا مش هاخدها عن نفسي. انا عن نفسي لو المبلغ كده انا مش هاخده عن نفسي، وجهازكم متفقين على كده. انا بتكلم، انا عايزك تقيمني ادبيا قبل ماديا، تقول لي ربنا يكرمك وتيجي تقابلني وتقول لي شكرا وتحضني وتقول لي انت شرفتنا وشرفت مصر، ولا بالعكس ده شرف ليا انا بشتغل منتخب مصر. مين كان في استقبال منتخب مصر كره السله؟ برضه تاني الاسئله المحرجه. ما انا لازم اعرف. بص يا كابتن كريم، يعني هو معلش انا عارف ان كان في زياره لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي. انتوا وصلتوا امبارح؟ النهارده الفجر. الاتحاد الدولي كان موجود النهارده الصبح. طبعا اعضاء مجلس الاداره طبعا يعني ومجلس الاداره كله باشمهندس انا وليد ممكن يكون معاهم عذرهم بسبب الزيارات اللي زيارات الاتحاد الدولي. انا مقدر ظروفهم، لكن مدير فني الاتحاد ما يجيش يقابلك ليه يا كابتن؟ معلش مع احترامي يعني دكتور محمود سعد ما يجيش يقابلك ليه؟ ما انا مش عارف برضو ايه السبب يعني. يعني ما انا بقدره راجل محترم جدا وكل حاجه، بس على الاقل يا كابتن احنا مسؤولين منك. ايوه كمدير فني اتحاد، انت مسؤول عن المنتخبات، احنا مسؤولين من حضرتك. مش عارف الاتحاد دي يا كابتن تيجي بس نشوفك، مش عايزين اكتر من كده يعني، على الاقل نحس ان احنا فعلا عملتوا حاجه للبلد. انت حضرتك بعت امبارح كاميرا وبعت الناس وعملت لقاءات، في ناس كانت في استقبالنا امبارح يعني في ناس كانت في استقبالنا كتير امبارح، جماهير كتير كانت في استقبالنا امبارح. بس يعني الحمد لله احنا برضو مش عايزين من حد حاجه، بس احنا برضو هنفضل نجاهد لغايه لا احنا معاكم اللعبة انا معاك كريم. يعني انا عايز اقول حاجه لكريم، الله احنا عايزين الاعلام كله يتابع حتى الدوري بتاع كره أيوة الصلاه، النتائج وتقول ده لاعب مين النهارده والاسبوع كام والكلام ده كله ان شاء الله الفتره الجايه. انت عارف بس كره القدم في مصر الاربع خمس سنين اللي فات ما كانتش في عصرها المزدهر، او ما كانتش في يعني كان الامور مش مظبوطه، فالفتره الجايه ان شاء الله الامور وانجازكم ده هيخلي الناس تجبرها. عايزين نستغله يا رب، نستغله. عايز اروح للراجل ده جمال عبد الناصر، انت منين؟ انا من امبابه. من امبابه. امبابه بتطلع لعيبه حريفه جدا على طول. والله صح، كلها عملوا لك ايه بقى بعد ما رحت ما روحت امبابه بعد ما وصلت امبارح من كولومبيا؟ لا عملوا لي فرح طبعا. الدنيا اتقلبت. تلعب اكيد ماتشات كره خماسيه هناك؟ ها اكيد طبعا، دورات ونادي مركز شباب امبابه الدنيا مقلوبه يعني. حازم امام من عندنا واسلام عبد النعيم بالظبط. مجموعه كبيره. واسلام كمال. انت شفتوه ازاي يا كابتن هشام؟ من الدوري؟ بالدوري. الدوري كنا رحنا اتفرجنا عليك ماتش السكر وكان اعلاميين، فكنا يعني كابتن نادر كان مديني كده معلومه عنه. كابتن نادر في 2014 قبل بطوله القارات بعت لي، شافني من دوري الشركات خماسي اتفرج عليا وبتاع وكده، وقال لي انت جون كويس. كنت تلعب في شركه ايه؟ كنت بلعب في شركه الشراع. شركه ايه؟ الشراع. الشراع؟ ده في القاهره هنا؟ في القاهره هنا. بس الشراع دي يعني مثلا حته سياحه بره بحر وكده، شرم الشيخ ولا لا هي شركه وسيط تامين. بس فشافني ساعه قبل بطوله القارات قال لي انت جون كويس ولسه صغير شد حيلك، ونصحني بقى كتير وكده. وبعد كده مشيت بقى ما كملتش معاهم في بطوله القارات. بعد كده بقى جه كابتن هشام صالح وكابتن نادر اتفرجوا عليا في ماتش سكر الحمديه في الدوري، واتخذت بقى اتخذت بقى. كابتن ياسر عبد الخالق شغال معاك ازاي كمدرب حراس؟ تدريباتكم غير الملعب الكبير طبعا. اكيد طبعا، واصعب بكتير. لان بتحتاج رشاقه ومرونه عاليه جدا. ايوه. ومثلا الشوط اللي على الارض لازم تكون برجلك. مش هتلحق تنزل بايدك. مش هتلحق تنزل بايدك لان الكره بتبقى سريعه. طب استاذ خماسي، وانا لعبت ملعب مع نادر عارف والله، بلعب كتير. نلعب كتير شركات وبترول وكابتن ياسر كل حاجه. ليه دور كبير معايا اكيد يعني. اكيد. لا انتوا والله جمال، والله اتمنى لكم الفتره الجايه التوفيق ان شاء الله. نادر قال لي تعالى نتفرج على ماتش الاعلاميين وكده عشان في جون كويس هناك وبتاع. احنا اول ما شفت انا قلت له نادر الواد ده هيبقى جون كويس، هيبقى جون مصر.
وخدناه معانا افريقيا واتعلم من البرازيل. انا هعمل برضه، في ناس كتير ما اتفرجتش على ماتش مصر ايطاليا، هجيب الماتش كله وهقطع الصدات بتاعت جمال. الناس مش هتصدق ان انا فعلا كان يوم حلو قوي لجمال. يعني انت لعيب كره جامد الله يخليك. احنا عايزين الفتره الجايه زي ما بقول لك كده، يعني في واحد اسمه الكابتن حازم الهواري ده يعتبر مسؤول عن اللعبه في مصر، ان هو عضو لجنه كره الصالات في الاتحاد الدولي. ان هو مين؟ كابتن حازم الهواري. كابتن حازم الهواري عضو لجنه كره الصالات في الاتحاد الدولي. تمام. يعني مسؤول عن كره الصالات في الاتحاد الدولي كابتن حازم الهواري. كابتن حازم الهواري. طب ما دي منصب جامد يعني. اه طبعا حزم. هو كان معانا هناك في كولومبيا، هو كان مسؤول عن مجموعه البرازيل هناك في كولومبيا في مدينه هناك. كانوا الاتحاد الدولي مديله مجموعه يشرف عليها. مجموعه هو المشرف عليها. فاحنا عايزين نستغل الراجل ده بوجوده في الاتحاد الدولي. بالظبط. والراجل دوت يعني انا بقول لحضرتك، هو الاتحاد الدولي لكره الصالات غير الاتحاد الدولي ولا هو بس القسم هي لجنه جوه الاتحاد الدولي لكره الصالات. يعني انفانتينو ده رئيس الاتحاد الدولي، دي لجنه زي لجنه كره الصالات، لجنه كده. تمام. فاحنا عايزين نستغل الكابتن حازم الهواري في المنصب دوت ان هو يساعدنا في اتحاد الكوره. انا عارف يا باشمهندس ابو ريده هيسمع للكابتن حازم ان هو يطور اللعبه دي، ما تبقاش اللعبه دي ان احنا ان هي بتتجامل. لا، اللعبه دي محققه انجاز ومحققه دور الثمانية. كابتن حازم ورا اللعبة دي يبقى في ظهرها نطور ان شاء الله في اللعبة دي بشكل كويس. وكابتن حمادة الشربيني رئيس اللجنة طبعا يشكر الراجل، مش عايز اقول لحضرتك طلع مكافآت من جيبه الخاص. مكافآت من جيبه والله يا كابتن اللعيبة. مش عايز اقول لحضرتك يعني بعد ماتش ايطاليا الناس كلها راح، يعني اللعيبة كلها اول ما ماتش ايطاليا راح على الاوضة بتاعها، راح في المدرج. انا شفت المنظر. شجع من فوق. بعتوني رحت للدولارات بس مش مشكلة، يروح انا عايزهم ينبسطوا والله. كابتن ان شاء الله يبقى القادم احسن ان شاء الله. فيش ارتباطات قريبة؟ في دوره جايه لنا في عايزكم دايما كل شهر شهرين يبقى دورات وديه. يعني احنا في كلام على الورق كده دلوقتي ومكالمات وايميلات ان احنا في جرينلاند عايزانا نروح نلعب معاها ماتشات في مارس. دي برضو والصين عايزانا في شهر 12. وفي كذا يعني في كذا بلد عايزه تستضيفنا. واتمنى ان انتوا كمان يعني تساعدوا اللعيبه اللي جايه لها عروض، ويعني نقف جنبهم كلهم عشان العروض دي تتحقق. احنا بنشحت عليهم يا كابتن كريم، هم انت شايف احنا بنشحت عشانهم والله، عشان هم اصلا ولاد طيبين جدا. اللعيبه اللي احنا مختارينها ولاد مؤدبين جدا الحمد لله، ما حصلتش ولا مشكله، لان الولاد دي كل الفتره كلها بتاع كاس العالم دي ما اتحركوش من اوضهم في الكريدور بتاع الاوض بصراحه. كانوا مركزين يعني مركزين جدا جدا، ولاد مؤدبين وكلهم متربين كويس وغلابه جدا. طلعت قبل كده. مش عايزين نتكلم على اللي فات. طلعت قبل كده. انا عارف ما حدش يشوف بيخرج بره في الموضوع. والله لا والله مش لعيبه 26 حتى في العيد. والله في العيد احنا كنا عشان كابتن نادر انا عارف كل حاجه. خلي بالك كنا بنتجمع في الطرق بعد كل صلاه ونقعد نكبر مع بعض عشان نحس بالعيد. الفتره كلها كانت في الكريدور. انت قضيت العيد في كولومبيا. انا بقول يا كابتن كريم عن طبعا برنامج المسموع والمرئي والناس كلها بتحبك. الله يخليك كابتن. الناس دي لازم تستحق اكتر من كده بكتير، عشان الناس دي تعبت. الناس كانت فاكره ان احنا رايحين نتفسح. احنا قعدنا تقريبا كام يوم؟ 26 يوم يا كابتن، ما شفناش الشارع والله من الفندق للملعب، ملعب للفندق. فالناس دي لازم تكرم من جميع، ما اعرفش بقى تكرم مين، بس لازم الناس دي تاخد حقها. انا كان معايا 14 راجل بمعنى الكلمه، ومعايا جهاز محترم جدا، وفي ناس كتير عايز اشكرها، بس طبعا وقت حضرتك مش هيسمح. انا عايز طبعا اشكر الكابتن حماده الشربيني برضو شكر خاص. الراجل بصراحه وقف معانا، الراجل ده كان اكنه معانا في الجهاز، كان عايش معانا ليل ونهار. الراجل ده كان عايز يطلع كل اللي معاه. كابتن حازم الهواري يوميا، والكابتن هاني ابو ريده كان يوميا معانا على التليفون، وفي ناس كتير طبعا. اللجنه الاستاذ محمد معوض في لجنه الكره الخماسيه كره الصالات في الاتحاد، الراجل كان متابعنا يوميا. اشرف السويسي برضه راجل بيحب الكره الخماسيه، الراجل ده كان واقف في ظهرنا والله. يمكن انا ما اعرفه كان كل يوم نزل كومنتات وعمال يشد بحيل اللعيبه، وعمال في ناس كتير جدا. الصيد اشرف حبيبي، اشرف السويسي راجل محترم جدا، عايز اشكره شكر خاص. الراجل ده محترم جدا، كان على طول معانا وشد حيلكم، ما تسمعوش كلام الناس، لان كان في ناس بتتكلم كلام مش مظبوط، هو كان بيصحح الكلام. في ناس كتير عايز اشكرها، عايز اشكر الرجاله دي كلها، والعميد ثروت سليمان عايز اديله تحيه، لان هو الراجل ده اللي سفرنا الفتره اللي قبل كاس العالم، هو اللي ودنا السفريات دي كلها. العميد ثروت عايز اشكره شكر خاص. الكابتن ايهاب الهيطه بصراحه وقف معانا في موضوع اللبس والنفسيا والكلام ده كله. في ناس كتير عايز اشكرها، بس انا عايز اقول برضو الناس دي تستحق اكتر من كده. كابتن كريم عن طريق انت كنت اول واحد استقبلتنا وكنت معانا من هناك، انا عايز الناس تهتم بالناس دي. انا ما يهمنيش انا نفسي، انا الحمد لله لعبت ودربت دولي واشتغلت دولي ولعبت دولي. الناس دي لازم تاخد حقها، والجهاز الفني المحترم ده نادر وياسر والدكتور ايمن زين والكابتن ايمن حافظ بصراحه راجل المكوك بتاعنا، هاني درويش بصراحه، واحمد العامل. عايز اشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا، وشكر خاص لحضرتك. الله يخليك. ده احنا بنشكركم والله. يعني لا معلش اكتر، بشكركم على حضوركم النهارده. ده شرف لنا ان احنا بقى معاكم، والناس شفنا عن طريقك، والناس تعرف الناس الطيبين دول. ان شاء الله احنا عملنا الانجاز ده بالحب.
طبعا فنيا وبعدين اشتغلنا طبعا والله يا كابتن احنا الحمد لله ما فيش مشكله، بقول لحضرتك صغير كابتن اللعيبه دي حققت والله عايزين نعمله بالاحتراف بقى كابتن ان شاء الله والله اللعيبه دي المفروض تمشي في الشارع دلوقتي ناس تعرفها صح والله صح دور 8 يعني المنتخبات دي كلها هناك لعيبه مشهوره والاعلام بلادهم بتتابع لازم كل واحد في منطقته ولا يمشي في الشارع يبقى تلاقي امبابا الدنيا وبعد الحلقه النهارده الدنيا في امبابا حاجه اتعشى معاك في امبابا بشكرك كابتن هشام بشكر كل المنتخب بشكرك كابتن نادر وان شاء الله دايما كده في تقدم بشكرك جمال بالنيابه عن كل اللعيبه بشكر كل زملائك طبعا والجهاز الفني والاداري والطبي لمنتخب مصر لكره الصالات وهنتابعهم بقى الفتره الجايه اكتر وان شاء الله كمان يبقى في تكريم لائق معنوي ومادي للعيبه دي اللي هم تعبوا وعملوا انجاز كويس جدا عشان بعد كده يبقى في انجازات اكتر ويبقى في ناحيه نفسيه حتى للعيبه تحس ان بلدهم بتقدرهم بشكرهم على حضورهم شكرا يا كابتن كريم عبد الله على السلامه وان شاء الله في بطولات اخرى الفتره القادمه الناس اللعيبه كلها بصراحه عشان هم كلهم كلموني سلام خاص لحضرتك الله يخليك الله يخليك مش مجامله ولا رياء ولا نفاق يعني الحمد لله معرفتنا من غير رياء ولا نفاق اللعيبه كلها لعيب لعيب الله يسلم على حضرتك وبشكر حضرتك على اللي انت عملته معاهم كل فتره اللي فاتت دي والتشجيع المعنوي لا ما في تشجيع حضرتك انت مشجعنا من هناك وبتكلموا في التليفون وبتسالوا لي تسلم على اللعيبه وشد حيلكم وعايزينكم تبسطوا مصر فكلهم بيسلموا عليك واحد واحد والجهاز كله بيسلم عليك الله يخليك كابتن هشام بشكرك كابتن هشام بشكرك كابتن نادر بشكرك يا جمال جمال عبد الناصر حارس مرمى منتخب مصر بشكر كل منتخب مصر والجهاز الفني ان شاء الله الفتره الجايه تكون افضل كمان منتخبنا الثامن على العالم يعني من خلال بطوله كاس عالم منتخبنا الثامن على العالم بشكر كل طاقم العمل في كوره كل يوم برئاسه اسلام صادق رئيس التحرير وهننتقل بقى يوم السبت اللي جاي من النهار اليوم الى قناه النهار 1 ان شاء الله هتشوفونا بقى من يوم السبت الساعه 12 بالليل على النهار 1 برنامجنا كوره كل يوم بشكركم وتصبحوا على خير